مدفعية 21 طلقة احتفالا بوصول ضيف مصر الملك حمد بن عيسى الخليفة العاهل البحريني. تقدر الإشارة إلى أن الملك حمد بن عيسى له زيارات متكررة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في مصر. تقريبا ما يقرب أو تعتبر هذه الزيارة ربما هي الزيارة السابعة لجلالة الملك، ما يؤكد ويؤشر على عمق العلاقات فيما بين البلدين ومدى رغبة البلدين في تدعيم هذه العلاقات من خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال جولته الخليجية إلى الكويت وأيضا إلى المملكة البحرين. ربما يتم التطرق أو من المقرر أن يتم التطرق خلال هذه الزيارة إلى مجمل العلاقات الثنائية فيما بين البلدين والدفع بها والارتقاء بها إلى مستوى يليق بهذه العلاقات الطيبة والوطيدة بين مصر ومملكة البحرين. أيضا من المقرر أن يتم التطرق إلى مجمل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وخاصة في ضوء التطورات الأخيرة في دول الخليج العربي، أيضا القرار الذي تم اتخاذه من قبل بعض الدول الخليجية كالبحرين والإمارات العربية المتحدة وأيضا من المملكة العربية السعودية إضافة إلى مصر فيما يتعلق بقطع علاقتها مع دولة قطر، خاصة في ظل أيضا ليبيا واليمن اتخذا نفس المسار ونفس المسلك وأعلنوا عن قطع علاقتهم بشكل كامل مع دولة قطر ردا على ممارسات الدوحة التي وصفت بالهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، بل ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للتخريب ونشر الفوضى. ربما من المنتظر أيضا أن يتم التطرق فيما بين الزعيمين إلى مسألة الأمن بوجه عام وأيضا الإرهاب وما تواجهه الدول العربية والعالم قاطبة من موجة إرهاب ربما حتى وإن كانت متقطعة ولكنها تواجه العالم بشكل كبير، ليست تقف على الدول العربية أو دول الخليج فقط أو على مصر فقط. إضافة أيضا إلى أنه من المنتظر أن يتم التطرق إلى كيفية مكافحة ومواجهة هذه الآفة الخطيرة، آفة الإرهاب، والتنسيق فيما بين الدول العربية وبعضها البعض أيضا من خلال رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، كيف يتم التعامل مع هذا الملف على مستوى أكبر وعلى مستوى عالمي ودولي، إضافة إلى الدور الذي من الممكن أن تلعبه مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن في خدمة القضايا العربية بشكل عام وبوجه عام. من ضمن هذه القضايا أيضا العربية التي ربما يتم التطرق إليها خلال جلسة أو خلال اللقاء فيما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني، دفع عملية السلام قدما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذه العملية المتعثرة أو المتوقفة بالأساس ربما يتم التطرق إليها فيما بين الزعيمين من أجل الحفاظ على الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بشكل يومي ومتكرر على الأشقاء الفلسطينيين. أيضا مشاهدينا الكرام، تقدر الإشارة إلى أن المحللون يرون في من خلال هذا المشهد السياسي خاصة بعد قرارات الدول العربية التي قررت مقاطعة قطر والتي ذكرناها منذ قليل وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة، ربما هذا الأمر وحتى وإن توقف الأمر لا يتوقف على صغر أو حجم هذه الدولة ولكن يتوقف على مدى التأثير بالمنطقة في الدول على الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتناول بعض الأمور على غير طبيعتها أو بشكل غير مغلوط من خلال وسائل الإعلام التي ربما تبث أو تحرض على أمور يعني خارج الإطار الوحدة الخليجية وأيضا الوحدة العربية فيما بين العرب وبعضهم البعض، أيضا تكثيف منابع تمويل الإرهاب من الأمور التي طالما تحدث عنها القادة العرب وتحدثت عنها مصر. مصر
تحدثت عن عدم الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالتوصيف أو الحديث عن الجماعات الإرهابية، فلا يوجد جماعة بشكل وجماعة بشكل آخر، فالإرهاب هو الإرهاب والجماعات المحرضة هي الجماعات المحرضة، وأيضا الدول التي تقوم بدعم هذا الإرهاب ربما بشكل كبير تهدف بالأساس إلى عرقلة وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية. كان هناك من ضمن الأمور التي ربما يتم التطرق إليها آخر ما تم التوصل إليه، خاصة مع زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لجدة ولقائه بالملك سلمان ابن عبد العزيز، ربما يكون هناك حديث بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة العاهل البحريني حول هذا الأمر وما تم التطرق إليه. هناك تحرك أو ما تسمى بالوساطة العربية الكويت تدخلت بالفعل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طلب وساطة حتى لا يكون هناك فرقة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعضهم البعض. أيضا هناك محاولات وربما يسعى الجميع ويتمنى الجميع ألا يكون هناك شقاق أو ألا يكون هناك وحدة صف عربي، وأن تكون هناك لم للشمل العربي في إطار البيت العربي الجامعة العربية أو حتى من الناحية الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذا الأمر بالأساس يرجع إلى ما قد تعتمده دولة قطر من تغيير في المسار أو في المفاهيم فيما يتعلق ببعض هذه الأمور التي أصبحت موصومة أو متهمة بها في الآونة الأخيرة من قبل الدول العربية، خاصة مع التصريحات الأخيرة والمسربة التي تتعلق بهذا الأمر. والآن كما نتابع مع حضرتكم مشاهدينا
القادم احمد عاطف من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتفتيش منه. مشاهدينا الكرام، نقلنا على حضراتكم وعلى الهواء مباشرة مراسم استقبال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة في القاهرة لإجراء مباحثات مع رئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
تأتي زيارة العاهل البحريني للقاهرة عقب قطع مصر والبحرين والسعودية والإمارات وليبيا واليمن ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها المتواصل للإرهاب وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. مشاهدينا الكرام، متابعتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار، فكونوا دائما معنا.